خلينا نروح سريعا لزميلتنا لمياء حمدين وموجز التاسعه. صباح الخير لمياء. شكرا لك يا مصطفى، صباح الخير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تتواصل أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي بمشاركة دولية واسعة وبحضور مصر كضيف شرف. وخلال كلمته أمام القمة، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي التجربة المصرية الفريدة على مسار التنمية خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية، وهو ما استلزم مواجهتها في آن واحد. وأكد الرئيس السيسي أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الشعب المصري على تحمل الظروف الراهنة وسط الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم مخصص للإنشاءات الجديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة في مختلف أفرع الشركة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها مدبولي لعدد من المشروعات بمحافظة الغربية، وعلى رأسها أكبر مصنع لإنتاج الغزل، إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية التي ستخدم قطاع الغزل والنسيج. أعلنت فرق الإنقاذ في كهرمان مرعش انتشال شخصين من تحت الأنقاض على قيد الحياة بعد 198 ساعة من الزلزال. هذا وارتفعت حصيلة الضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألف وفاة بحسب آخر تعداد رسمي. وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال المدمر أودى بحياة قرابة 32 ألف شخص في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات السورية أكثر من 5000 حالة وفاة ناجمة عن الزلزال. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية أن ما لا يقل عن 41 ألف مبنى في 10 ولايات تعرض للدمار الكامل أو الجزئي جراء الزلزال، وشددت على ضرورة إزالة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط. يجتمع اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلنطي الناتو، وأوضح مصدر داخل حلف الناتو أن الاجتماع المقرر عقده ليومين سيبحث قرارات الإمدادات العسكرية المزمع إرسالها لأوكرانيا، فضلا عن اعتماد رؤية الحلف في الفترة المقبلة. كما يستعرض أيضا الاجتماع الخطوات التمهيدية لانضمام فنلندا والسويد للناتو. أعلنت أوكرانيا أن الوضع معقد شمال مدينة بخموت مركز المعارك مع القوات الروسية شرق البلاد، وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن بخموت تتعرض لقصف وهجمات مكثفة روسية، وباتت القوات الروسية تسيطر على ثلاث من قنوات الإمداد الأربع الأوكرانية باتجاه بخموت. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشكيل فريق استخباراتي لجمع معلومات وافية والتحري حول الأجسام الطائرة المجهولة والتي تم إسقاطها مؤخرا في الأجواء الأمريكية. وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس بايدن أصدر تعليماته إلى الاستخبارات بإلقاء نظرة واسعة على ظاهرة الأجسام الجوية المجهولة الهوية، وأمر بتشكيل فريق لدراسة تلك الأجسام. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.